الخطيرة كدريبة عرض الله نتحدث كنا ننتظر كل ذلك لكن كل هذا أتى عن طريق بروزوفيتش. لدينا الكرة بروزوفيتش ربما هدف ثاني الله يا ساتر يا بروزوفيتش يسجل ثاني أهدافه مع الإنتر وثاني الأهداف في هذه المباراة. هل من الممكن أن يقلص النتيجة؟ من الممكن من الممكن هدف 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 يأتي التقليص عن طريق ماركو دي أليساندرو أيضا يأتي ويسجل ولكن هل نذهب